بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي بنات الطلاب، أبنائي بناتي الطلاب والطالبات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعدنا أن نقف وإياكم اليوم في المحاضرة 11، والتي تعتبر استكمالا لمحاضرة الصحوة الإسلامية في العصر الحديث. فقد درسنا وإياكم في المحاضرات السابقة أو في المحاضرة السابقة مسألة وجود أو ظهور عدد من الصحوات الإسلامية التي تهدف إلى النهوض بالأمم الإسلامية إلى مصاف الأمم الحية اعتمادا على ما ورد في القرآن والسنة النبوية. وقبل أن نبدأ في هذه المحاضرة، أود التنبيه والتذكير لجميع أبنائنا الطلاب بضرورة متابعة منتديات الحوار والنقاش، وأن يعد كل طالب ما لا يقل عن 14 إجابة ملخص. هذا الملخص ليس الهدف منه هو التعقيد أو الإزعاج، لا، أنت ابني وابنتي الطالبة تقرأ المحاضرة في الأسبوع الواحد، قم بتلخيصها وأعرضها أمام زملائك وناقش ويا زملائك هذا الشيء، ثم قدم مجموعة من الأسئلة من نمط الاختيار من المتعدد. أنا اطلعت على جزء كبير من هذه الأسئلة التي وضعها الطلبة والطالبات في المنتدى، وهي من محتوى النص، وقد اقتبست منها جزء من الأسئلة، لذلك هي مفيدة للطالب في الدرجة الأولى، ويستطيع الطالب من خلالها أن يعيد قراءة المحاضرة بصورة أكثر سلوسي وأكثر سهولة. إذا فكرنا في استخراج أسئلة من نوع اختيار من متعدد على جميع الشرائح، فإننا سنكون بنك معلومات أو بنك أسئلة. يمكن هذه الأسئلة أن تكون مرجع للطالب في نهاية المقرر، بدلا من أن تتراكم عليك مجموعة كبيرة من الأوراق والشرائح وماذا نقرأ وماذا لا نقرأ. على أي حال، نبدأ بهذه المحاولة، وهي محاولة التصدي لحركات الاستعمار أو الصحوة الإسلامية الحديثة. كلنا نعرف أن الأمة الإسلامية في هذا الوقت تحاول وتجاوز محن كثيرة جدا، تعترضها مشاكل كبيرة جدا، ولذلك هذه المشاكل أحيكت من مؤامرات، مكائد، حروب، فتن داخلية، فتن خارجية. لذلك تحاول الأمة الإسلامية أن تتلمس مواطن القوة لتنطلق من جديد. نحن لا نقول أن الأمة الإسلامية أمة رجعية أو متخلفة أو ضعيفة، لا، الأمة الإسلامية أمة قوية بفكرها وعقائدها ومعتقداتها وبشبابها وأبنائها وبثرواتها، لكن هذه الصعاب التي تواجهها يجب أن تتغلب عليها، وهي ما وفق النظرية العالمية نظرية تحدي واستجابة. لدي مشكلة، يجب أن أتغلب على هذه المشكلة، خاصة أن بعض هذه المشاكل لا تزال عالقة في وقت حالي في بعض الدول. نحن نجد أن كثير من بلدان العالم الإسلامي وبحمد الله متمسكة بشريعة الإسلام، وهذا هو سر قوة العالم الإسلامي، التمسك بالدين الإسلامي، وهذا هو الذي يعين الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي على مواجهة أي تحدي وأي خطر قادم. لذلك لدينا بعض المحاولات التي ظهرت في القرن الرابع عشر الهجري أو العشرين ميلادي لعقد مجموعة كبيرة من المحاولات والمؤامرات التي وقعت في العالم الغربي والتي كانت تهدف إلى القضاء على الإسلام. كيف للغرب أن يقضي على الإسلام؟ لعل الشيء الوحيد هو تنحية المسلمين عن الإسلام، باقي الأمور تأتي تباعا إذا تم تنحية المسلمين عن الإسلام، وبالتالي أي حركة غربية تهدف إلى القضاء على الإسلام والهيمنة على المسلمين، ومن ثم الهيمنة على المسلمين، السيطرة على المسلمين، نهب خيرات العالم الإسلامي، العبث بمقدراته، بقيمه، بأخلاقه، بسلوكه، بعاداته، بتقاليده، إذا تم لهم القضاء على الإسلام فقد هيمنوا على كافة مناحي الحياة في العالم الإسلامي. ما هي أبرز المؤامرات في العالم الإسلامي؟ نأخذ أمثلة على ذلك. الأزمات الطائفية، فهم يغذون الأزمات الطائفية، سني شيعي، ويقسم بعد ذلك، يزيد من هذه التقسيمات، يزيد من تقسيمات السني ومن تقسيمات الشيعي، فهذا متشدد وهذا متساهل وهذا 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 وذاك، وبذلك يوجد نوع من التفرقة الطائفية في البلد الواحد. أيضا أزمات سياسية مثل التي تعرضت لها لبنان في تاريخ الحديث والمعاصر، والانقسامات التي تعرضت لها هذا البلد الإسلامي. الحرب العراقية الإيرانية والتي استمرت لمدة 8 أعوام استنزفت من طاقة العالم الإسلامي الشيء الكثير وأرهقت البلدين. أيضا الحرب الخليجية الثانية وما نتج عنها من مآسي وأحزان وقتلى وتشريد وغير ذلك.
الهجمة التنصيرية على بلدان أفريقيا وآسيا وخاصة المسلمة منها. وهذا ما ساد خاصة في وما نعلمه الآن في جنوب السودان وفي جنوب القارة الأفريقية من تحويل المسلمين إلى نصارى. الغرب يسعى إلى تحويل المسلمين إلى نصارى، وبتحويلهم إلى نصارى فقد انسلخوا عن 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 إسلامهم وعن قوميتهم الإسلامية، وبالتالي أصبحوا فريسة سهلة المآل. أيضا قضية جنوب السودان، وهذه القضية التي جاء بها الاستعمار البريطاني والتي حصدت السودان واستنزفت مواردها البشرية والمادية ووقفت عقبة في تطوير السودان وإنمائها وإعمارها، رغم أن السودان تمتلك ثروة زراعية طائلة، وكما يرى البعض أنها تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتي للوطن العربي كاملا. أيضا هناك قضايا أقليات مسلمة مختلفة، أقليات إسلامية توجد في العالم كامل، وبالتالي هذه الأقليات لديها مشكلات عالقة. ولعل الاستعمار الغربي أو الاستعمار الأوروبي استطاع أن يسيطر على هذه الأقليات أكثر من غيرها من المشاكل الأخرى، نظرا لأن هذه الأقليات تعيش في وسط غربي، وبالتالي فرض عليهم بعض القيود الغربية التي حالت دون التي حاولت انتزاعهم عن الإسلام. رغم هذه الأحداث المتتابعة وهذا التآمر والكيد للإسلام والمسلمين، نجد أن العالم الإسلامي شهد في الفترة الأخيرة صحوة إسلامية مباركة، ورجوعا إلى الله عز وجل، إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية، حققت جزء من هذا الإنجاز بعد أن كان العالم الإسلامي محبطا مصابا باليأس والقنوط. ولذلك كثير من المنتديات أجد بعض الطلبة يسألون عن أن العالم الإسلامي عالم ضعيف وجاهل ومحبط، هذا الأمر غير صحيح. نحن نعيش في عالم إسلامي قوي ومتين، ويمتلك الموارد والطاقة البشرية الهائلة التي تستطيع أن تثبت للعالم أننا الأقوى والأفضل والأكثر خلقا والأكثر علما والأكثر دينا. وبالتالي نحن يجب أن لا نكون يائسين أو قانطين أو مذللي أنفسنا، نحن في قوة إسلامية كبيرة جدا، نفتخر ونعتز بإسلامنا. ولذلك ما يصاب به الإسلام أو العالم الإسلامي من خيبة الأمل في تجارب الفكر الأوروبي الفاشلة، فهم يزرعون ديمقراطية اشتراكية تقدمية قومية وطنية عربية إسلامية، هذه شعارات هدامة نوعا ما غرسها الغرب في العالم الإسلامي. ولعل المبادئ الغربية الوصفية التي حاول الغرب زرعها مكان المبادئ والأسس الإسلامية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لذلك أخذ بعضهم يعود إلى الكتاب والسنة، وتمثلت هذه الدعوة في ضرورة عيش المسلمين في جوهر وقيمة وعقيدة المعتقد الإسلامي، وأن ننطلق من الإسلام لمعالجة قضايانا، لا أن يكون الإسلام هو الحل الأخير، يجب أن يكون الإسلام هو الحل الأول وليس الأخير. إذا كان الحل الأخير فتكون المشكلة قد وقعت، وبالتالي يجب علينا أن نعود ونبدأ من ساعة الصفر، لذلك في حل لمشاكلنا نعود إلى الإسلام. نتيجة لذلك برزت مع نهاية القرن الرابع عشر الهجري أو العشرين الميلادي مظاهر صحوة جديدة تهدف إلى الرجوع إلى الإسلام، ومن مظاهر هذه الحركة تخرج شبان ملتزمين ومتمسكين بالعقيدة الإسلامية، ورغم دراستهم مناهج التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات التي أنشئت على يد دعاة التغريب، فقد بدأ ذلك في أوساط المثقفين من الأطباء والمعلمين والمهندسين طلاب الجامعات، بدأ الاهتمام بجامعات التراث الإسلامي، ولذلك ارتقى شأن الجامعات الإسلامية وأقبل عليها الطلاب من جديد بعد أن كانوا عازفين عنها في الماضي، بدأت تتنافس بل تفوقت في أحيان كثيرة على الجامعات الغربية العلمانية، وأصبحت جامعاتنا منارة يرتادها الطلاب من مختلف أنحاء العالم. ولذلك لدينا مجموعة كبيرة من المساجد والجامعات التي تعزز هذه الفكرة، مثل الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، جامعة الإمام سعود، جامعة أم القرى، الجامع الأزهر، والعديد العديد من النماذج المتعلقة في الجامعات في وقتنا الحالي. حتى وسائل الإعلام التي كانت تعتبر الركيزة الأساسية لفكر العلماني والمستغربين، والتي حاولت دائما أن تبث السموم من خلال هذه الوسيلة، أصبحت في كثير من الأحيان وسيلة لنشر الدعوة الإسلامية، مناقشة مشاكل المسلمين، آلية النهوض بالإسلام. ولذلك اتسعت دائرة الكتاب المسلمين أكثر في الأسواق، وبدأ أصحاب المطابع على طبع كثير من الكتب وتوزيعها، ازدادت العناية بالتراث الإسلامي،
ولذلك أنشئت مجموعة كبيرة من الهيئات الخاصة والمتخصصة في التأليف والنشر والطباعة بهدف إخراج أكبر قدر ممكن من الكتب الإسلامية ونشرها في أقطاب العالم الإسلامي. وأصبحت ظاهرة يعتز ويفتخر بها في العالم الإسلامي، وبدأت تعيد إلى النفس نوع من الثقة بالنفس، إذ بدأ هؤلاء المسلمون ينتقلون من دور الدفاع عن الدين والقيم ورد الشبهات إلى غيرها إلى دور التحدي، وهي ومن مرحلة النظر الاعتذارية والاستحياء إلى مرحلة عرض الفكر الإسلامي والمبادئ الإسلامية كما هي في ثقة واعتزاز. أصبح الكتاب والباحثون المسلمون يعرضون حقائق الإسلام كنظام شامل لا حاجة في المقارنة بأي نظام آخر، ولذلك اتضحت معالم ومثالب النظم الوضعية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وبدأت تفشل فشلا تاما وواضحا في مواجهة التحديات التي تواجههم خاصة في العالم الإسلامي. بدأ المسلمون يعون ويفهمون ويركزون في مشاكلهم التي يطلق عليها البعض مشاكل تخلف أو جهل أو مرض. لذلك حتى يتم حل مثل هذه القضايا لابد من عقد المؤتمرات، الندوات، إيجاد الحلول لهذه المشاكل. أيضا أخذت الرؤية تتضح أمام المسلمين، فعرفوا خصومهم ألا وهم الاستعمار، الصهيونية، الشيوعية، رأسمالية، أفكار هدامة والكثير من النظريات الغربية الوضعية والعلمانية. وبالتالي إذا أدركنا الخطر وعرفنا موقعه وعقدنا تلك المؤتمرات نستطيع من خلالها أن نتصدى لذلك الخطر. هذه أحد مظاهر الدعوة للصحوة الإسلامية والالتزام الإسلام، ومن ثم إعادته من جديد إلى شتى مناحي الحياة في أملا في التخلص من تلك المظاهر الهدامة. ما هي أبرز مظاهر الصحوة المعاصرة في الإسلام؟ هنا لدينا مجموعة من المنجزات، منها منظمة المؤتمر الإسلامي. فقد أدرك بعض قادة العالم الإسلامي أن ضعف الأمة الإسلامية أو العالم الإسلامي يكمن في عدم الوحدة والتفرق والتشتت، وأن قوة المسلمين لا تكون إلا بالاتحاد والتضامن. ولذلك جربت كل هذه المذاهب ونظريات السياسية الأوروبية لم تجد نفعا، لا في ديمقراطية ولا رأسمالية ولا شيوعية، فلم تجد هذه المصطلحات حلا لمشاكل العالم الإسلامي، بل أنها زادت في تعقيد المشاكل وواجهت نوع من التحديات والمصاعب الجديدة. ومن ثم لقد نقول أنه قامت لدينا دعوات وحركات قوية في العالم الإسلامي تنادي بضرورة اتحاد المسلمين وتضامنهم مع بعضهم البعض وبضرورة العودة إلى الإسلام من جديد، باعتبار أن الإسلام هو الأساس الذي يجمع كافة الدول الإسلامية، فهو المنهاج وهو النظام الذي يحكم شؤون المسلمين. إذا أردنا أن نجعل الوحدة الإسلامية، وحدة الأمة الإسلامية ترتبط ارتباطا مباشرا وأساسيا بالمعتقد الإسلامي، فقد نجحنا في تحقيق تلك الوحدة الإسلامية. أما إذا اعتمدنا على أسس غير إسلامية فلا بد أن الفشل هو الأساس. مثل هذه الأشكال أو التكتلات الإقليمية والقومية والاقتصادية التي لم تنجح، حاولت بعض الدول الإسلامية مثل تركيا وإيران وباكستان تحقيق شيء من الوحدة بينها عندما انضمت إلى الحلف المركزي. حاولت بعض الدول العربية أن توحد صفوفها فانضمت إلى الجامعة العربية، ثم حاولت دول كثيرة أخرى أن تفعل نفس الشيء عندما انضمت إلى حركة عدم الانحياز أو إلى غيرها من المنظمات. لكن ما الذي يجمع المسلمين على طبق واحد ألا وهو العقيدة الإسلامية؟ ولذلك بدأ ينظر إلى الدعوة إلى إنشاء منظمة تهدف إلى جمع المسلمين على معتقد واحد، وهو منظمة إسلامية خاصة تعرف باسم منظمة المؤتمر الإسلامي. لقد كان قيام هذه المنظمة تتويجا لجهود رسمية وشعبية في العالم الإسلامي، وقد لعبت المملكة العربية السعودية دورا كبيرا جدا في تأسيس هذه المنظمة علاوة على بعض الدول الإسلامية الأخرى. إذ بدأت الدعوة لهذه المنظمة من خلال عقد مجموعة من المؤتمرات مثل مؤتمر بيت المقدس الإسلامي ومؤتمر كراتشي واجتماع مقديشيو. كل هذه المؤتمرات كانت تهدف إلى معالجة مشكلات العالم الإسلامي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتطورت مثل هذه المؤتمرات إلى الدعوة لإقامة تجمع إسلامي دولي. وكما ذكرت كانت المملكة العربية السعودية من أول الداعين لهذه الدعوة لهذه التجمعات في الستينات من القرن المنصرم. واجهت هذه الدعوات بعض الصعوبات من قبل بعض الدول العربية والدول الكبرى
مثل الاتحاد السوفيتي آنذاك لأسباب سياسية وأيديولوجية، حيث كانت تتوزع أهواء قادة بعض الدول الإسلامية العربية بين بين، يعني بعضهم يميل إلى الفكر الاشتراكي، البعض الآخر يميل إلى الفكر المنظمة الإسلامية. ورغم ذلك استمرت هذه المنظمة في دعوتها وفي رغبتها في اكتساب أكبر عدد ممكن من دول إسلامية، وقد لاقت بعض التأييد في أعقاب الغزو الصهيوني اليهودي لفلسطين وفي أعقاب نكبة 1967. لذلك قويت فكرة التجمع الإسلامي بين القادة المسلمين سواء كانوا عربا أو غير عرب، ومن ثم بدأت تتبلور فكرة الملك فيصل عاهل المملكة العربية السعودية رحمه الله لاجتماع القمة الإسلامية بالرباط 1969، وهذا جاء كرد فعل على الجريمة الصهيونية المتمثلة في إحراق المسجد الأقصى. وفي ذلك تقرر إنشاء منظمة العالم الإسلامي كأول تجمع إسلامي رسمي، وتم إقرار ميثاق هذه المنظمة في المؤتمر الثالث لوزراء الخارجية للدول الإسلامية المنعقدة في جدة، والذي اشتركت فيه تقريبا 30 دولة إسلامية، وبدأ العدد يزيد شيئا فشيئا إلى أن قارب 50 دولة. وبذلك بدأت تهتم المنظمة بالمسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي بمشاكلهم الداخلية والخارجية، ووضعت مجموعة من الأسس لهذه المنظمة على أساس تحقيق الرفاهية والتقدم للعالم الإسلامي. فما هي أهداف هذه المنظمة؟ لعل هذه المنظمة بدأت تهدف إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين المسلمين، أيضا دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات المختلفة، محاولة محو التفرقة العنصرية والقضاء على الاستعمار بكافة أشكاله، أيضا دعم السلام والأمن الدوليين القائم على أساس العدل، تنسيق العمل من أجل سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها من الخطر الصهيوني، وأيضا دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية وحفظ حقوقها، إيجاد المناخ الملائم لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. ولذلك نجد أن الملك فيصل آل سعود رحمه الله كان قد تبنى هذه الدعوة التي تدعو إلى التضامن الإسلامي للوقوف أمام المخططات الاستعمارية المختلفة، وأيضا التي كانت من نتيجة هذا المجهود أن تنبهت الدول الإفريقية للخطر الصهيوني وبدأت تتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي للتصدي لها. محاولة أيضا أنشئ البنك الإسلامي للتنمية ليسد الفراغ في الدول الفقيرة ولعدم التعامل مع الأخطار الربوية اليهودية. أنشئت الأمان العام للدول الإسلامية بجد أيضا بعد انعقاد عدة دورات لملوك ورؤساء الدول منظمة الدول الإسلامية، والتي هدفت إلى تأسيس مجمع الفقه الإسلامي في مكة. الآن موجود عندنا مجمع الفقه الإسلامي في مكة. أيضا المجلس الأعلى للمساجد أيضا تبنت القضايا الإسلامية وتبنت مد يد العون للأقليات المسلمة التي تعاني من الظلم والاضطهاد، وما يتعلق بإنشاء إذاعة نداء الإسلام في مكة المكرمة. وافقت منظمة العالم الإسلامي في مؤتمرات لاحقة على إقامة مجموعة من المصارف التنموية مثل صندوق التضامن الإسلامي، صندوق القدس، اتحاد المصارف الإسلامية، الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع، البنك الإسلامي للتنمية، وكالة الأنباء الإسلامية الدولية، منظمات إذاعة الدول الإسلامية، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والتكنولوجيا والتنمية والتي تقع في جدة، أيضا اللجنة الدولية للتراث الإسلامي، المركز الإسلامي للتنمية التجارية والذي يوجد في طنجة، والمركز العلمي للتربية والتعليم الإسلامي في مكة المكرمة، أيضا المركز الإسلامي للتدريب التقني والبحوث في دكة بالسنغال، اللجنة الإسلامية الدولية للقانون، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية والذي يوجد في تركيا وتحديدا في إسطنبول. أيضا وضعت منظمة المؤتمر الإسلامي المبادئ العامة التي تحكم علاقة الدول الإسلامية مع بعضها البعض على أساس المساواة بين الأعضاء، احترام سيادة أراضي كل عضو، الامتناع عن استخدام القوة، حل الخلافات بطرق سلمية. أيضا نصت على تكوين مؤتمر ملوك ورؤساء الحكومات وينعقد كل 3 سنوات، مؤتمر وزراء الخارجية يجتمع كل سنة أو عند الحاجة أو عند حدوث طارئ، وأيضا الأمان العام للمؤتمر والمؤسسات التابعة لها ومقرها جدة في المملكة العربية السعودية، ولها عدة مؤسسات منتشرة في المملكة العربية السعودية وفي كراتي وفي إسطنبول وفي غيرها من أقطار العالم الإسلامي. أما المنظمة الأخرى فهي رابطة العالم الإسلامي، وهي أيضا إسلامية عالمية شعبية مثلت كافة أقطار العالم الإسلامي في جميع أنحاء العالم، وانبثقت عن المؤتمر الإسلامي العام الأول الذي عقد بمكة المكرمة عام 1382-1962. مقرها الدائم في مكة المكرمة، والرابطة معترف بها دوليا واعترف فيها منظمة الأمم المتحدة وفي اليونسكو.
لها مجلس تأسيسي هو الذي يتبنى رسم السياسة ويحدد الأهداف، وأيضا يتكون المجلس من مجموعة من أعضاء 56 عضوا في من العلماء والمفكرين. يجوز زيادة هذا العدد إذا احتاج إلى ذلك، وذلك بترشيح من الأمين العام وموافقة المجلس التأسيسي. أيضا فيها أمانة عامة، وهذه أيضا مقرها مكة المكرمة، ولديها أمين عام ومعترف فيها، ولديها مجموعة من الأعمال. للرابطة عدة إدارات مثل إدارة المؤتمرات، المجلس التأسيسي، الثقافة الإسلامية، إدارة الصحافة، إدارة الأقليات الإسلامية المتوزعة. ما هي أهداف هذه الرابطة؟ تبليغ دعوة الإسلام إلى مختلف المناطق، التصدي للأفكار الهدامة، الدفاع عن مصالح المسلمين، دعم الجمعيات الإسلامية، تقديم الخدمات أيضا للمسلمين في كافة جميع في دول العالم، والعمل على تحكيم الشريعة الإسلامية في البلاد الإسلامية، تشجيع الدعاة المسلمين، دعم المنظمات الإسلامية، العمل على تنقية وسائل الإعلام من الشوائب والخرافات والأساطير، نشر التعليم الإسلامي في المدارس وتصحيح بعض المناهج، دراسة مشاكل الأقليات الإسلامية في مختلف الأقطار، العمل على نشر اللغة العربية لغة القرآن الكريم، تشجيع التأليف الإسلامي للتصدي للأخطار الغربية. أبرز أنشطة الرابطة هو لديها مجموعة من المكاتب الفرعية في مختلف أنحاء دول العالم الإسلامي تقدر بحوالي 25 مكتبا. أيضا لها نشاط في المساعدات المالية والعينية للمتضررين من الكوارث والسيول والزلازل والبراكين ضمن هيئة الإغاثة الإسلامية ومقرها في مكة المكرمة. أيضا لها عدة مراكز في عدد من البلدان الأفريقية والآسيوية. أيضا تسهم في نشر الوعي الديني والقومي، ولذلك أنشئت من أجل ذلك مطبعة خاصة تقوم بطباعة الكتب وتنشر هذه الكتب، وأيضا لها اهتمامات بارزة في ترجمة معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات وتوزيعها على مختلف الجاليات في مختلف دول العالم الإسلامي. لذلك تصدر بلغتين عربية وإنجليزية، إضافة إلى جريدة أخبار العالم الإسلامي الأسبوعية وكتاب دعوة الحق الشهري. لذلك تقوم الرابطة بدعم الصحف المحلية في مختلف أنحاء العالم. أيضا من المؤسسات الثقافية والتعليمية الإسلامية لدينا المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة التي تختصر بالآيسيسكو، المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة للآيسيسكو، فهي منظمة أيضا تهدف إلى النهوض بالأمة الإسلامية وفق مجموعة من الاعتبارات. فهي منظمة تأتي تنفيذا لتوجيهات قادة الدول الإسلامية، تسعى إلى تضم وزراء الثقافة والعلوم في دول المنظمة، ولها أيضا إدارة عامة يرأسها الأمين العام أو المدير العام وهو منتخب من مجموعة من دول. من أهدافها حماية الهوية الإسلامية، العمل على محو الأمية، الدفاع عن الإسلام، نشر اللغة العربية بين المسلمين وبين غير الناطقين. يعني هي تتفق مع الأهداف الأخرى للمنظمات الأخرى. المركز العالمي للتعليم الإسلامي أيضا هذا أنشئ بموجب توصية صدرت عن المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي الذي عقد في مكة. ومن أبرز أهداف هذا المركز، طبعا هناك تفاصيل كثيرة، لكن ما هي أهداف هذا المركز؟ وضع الكتب والمناهج الدراسية على أسس إسلامية، ترسيخ القيم الإسلامية، تغيير مفاهيم العلمانية المعادية والهدامة للإسلام، العمل على تحقيق توصيات ما يخرج من مؤتمرات التعليم الإسلامي والمنظمات الإسلامية. أيضا لدينا الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية، ولعلها مؤسسة عالمية للتربية والثقافة الإسلامية، هدفها الأساسي نشر الإسلام والثقافة الإسلامية في البلدان العالم الإسلامي وخارجه. أنشئت بموجب قرار المؤتمر التأسيسي الذي عقد في الرياض 1396 للهجرة الموافق 1976 ميلادي، وتعتبر مدينة الرياض هي المقر الدائم لهذا الاتحاد. له مكاتب في مختلف أنحاء العالم الإسلامي في جدة والقاهرة والخرطوم ونيويورك ولندن وغيرها. يتكون هذا الاتحاد من عدد من المؤسسات التعليمية التي تهدف إلى نشر اللغة العربية أولا والثقافة الإسلامية، وبالتالي أن تعلم اللغة العربية كمادة أساسية في منهجها هو من الشروط الأساسية التي تسعى إليها، وتسعى إلى تهيئة الطلاب إلى تهيئة بيئية إسلامية من حيث العقيدة والخلق. ما هي أهداف الاتحاد؟ أولا نشر اللغة العربية ورفع مستوى تعليمها في أنحاء العالم الإسلامي باعتبارها تمثل لغة القرآن الكريم. ثاني الحاجة إلى التعاون الاقتصادي، فالعالم الإسلامي يعاني من الفقر والجهل ويحتاج إلى التخلص من هذا التخلف الاقتصادي، رغم أن العالم الإسلامي كما ذكرنا في المحاضرات السابقة يمتلك طاقة مادية وبشرية هائلة، فهو يمتلك ثروات معدنية ويمتلك أيدي عاملة، فقد أنعم الله عز وجل على العالم الإسلامي بكثير من الثروات المادية وأيضا البشرية والطاقة الهائلة والمخزون الهائل مما يحويه
من مقدرات وثروات زراعية وحيوانية وسمكية ومعدنية، لكن يجب أن يتم استحسان استغلال هذه الطاقة حتى تستغل في التحدي ما يواجه العالم الإسلامي من مخاطر ومشكلات، وحتى يتم الاهتداء بها. وهناك تباشير خير يشهدها العالم العربي والعالم الإسلامي في الوقت الحاضر، لعلها تكون المثال الذي يحتذى، أو النواة لوحدة اقتصادية أكبر. فهناك تباشير وهي نماذج يحتذى بها، مثل قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد في عام 1401-1908 ميلادي، والذي يأتي بمثابة خطوات ثابتة على طريق تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي، والذي يرتجى ويؤمل أن يكون خطوة أولى تسير على هديها بقية دول العالم الإسلامي. أيضا نحن نشهد اليوم بدايات حادة لترميم البناء الاقتصادي لدول العالم الإسلامي، وهذا متمثل في جهود منظمة المؤتمر الإسلامي التي أعارت التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء أهمية كبرى. فمثلا أنشئ في عام 1974-1394 البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي الذي تسهم فيه الدول الأعضاء كل حسب قدراتها الاقتصادية. لذلك قامت المملكة العربية السعودية بمجهود رائد في هذا المجال، تبرعت بما يساوي ثلث رأس مال البنك، فأسهمت بمبلغ يقدر بحوالي 1,000,000,000 دولار. دعت كافة الدول الإسلامية إلى ضرورة تخصيص مبالغ لا تقل عن 3,000,000,000 دولار لتمويل مشروعات التنمية في الدول الإسلامية. يرتجى من هذه الدول أن تقدم وأن تساهم وأن تسعف بعض الدول الفقيرة أملا في التخلي عن التبعية الاقتصادية الغربية. هذه مثلت نماذج من حركات من المنظمات والمراكز التي تهدف إلى النهوض بمستوى الأمة الإسلامية أو العالم الإسلامي إلى مصافي الأمم الحية، لكن اعتمادا على ما ورد في القرآن والسنة. وهي نماذج وتباشير خير يمكن أن يرتجى منها الشيء الكثير في الأيام القادمة إن شاء الله. نشكر أبنائنا الطلاب والطالبات على إصغائهم واستماعهم لهذه المحاضرات، وأن كان هناك أي سؤال أو استفسار نكرر لكم ضرورة المشاركة في المنتديات أو حتى في الاتصال في الهاتف الجوال. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.